ضمن فعاليات الأيام الثقافية الصينية والتي تقام في العاصمة البحرينية المنامة، نظمت هيئة البحرين للثقافة والآثار بالتعاون مع السفارة الصينية في الصالة الثقافية أمسية موسيقية بعنوان نسيم البحر البرتقالي. عندنا في البحرين في الصالة الثقافية برامج عديدة ومتنوعة تراوينا الثقافات والتراث تبع شعوب مختلفة من العالم. الليلة عندنا من الصين، وأنا حضرت عروض من تايلاند، من الهند، من أماكن مختلفة، وهذه مشروع جميل جدا من قبل وزارة الثقافة البحرينية أنها تعامل مع سفارات مختلفة عشان تثقف الجمهور البحريني. حيث تألقت خلالها فرقة جنوب الصين للغناء والرقص في تقديم لوحة فنية مميزة، كما وشهدت الأمسية حضور مختلف الجنسيات الذين جاءوا للاستمتاع بهذه الأجواء الجميلة. طبعا أنا كبحرينية فخورة جدا أن بلدي، وهي البلد البحرين الرائدة في الفنون والثقافة والمسرح، تستضيف هذه الفعاليات، وإن كانت هذه الفعاليات ليست بجديدة على البحرين، ولكنها في الآونة الأخيرة ومع ربيع الثقافة ومع محاولات وزارة التراث والشيخ مي طبعا في هذا الصدد لها دور كبير وفعال، وعززت هذه الفعاليات في البحرين. هذه الأشياء تجذب المواطن، تجذب السائح والمقيم، واحنا جدا يعني شاكرين لها الاضافات الجميله جدا اللي تحدث في يومنا كبحرينيين. البحرين طبعا سباقه بجميع انفتاحها على الفنون وعلى الحضارات كذلك من قدم الزمان. احنا كجزيره صغيره فعلا، بس نتميز عن الدول المطلة على الخليج العربي إن احنا كبحرين جزيرة استقطبت كثير من الفنون، كثير من الحضارات، وهذا اللي يميزنا يمكن عن ما حوالينا من الدول، وهذه ما استقطب الدول هذه كان من الخليج أو من الوطن العربي إلى البحرين لإبراز هذه الفنون ولإبراز هذه المهارات اللي تميزنا فيها كبحرين وتميزوا اللي جو عندنا بالبحرين. وأشار حضور إلى أن البحرين دولة منفتحة على حضارات الشعوب المختلفة، وتستقطب الفنون والثقافة منذ القدم بحكم موقعها المتميز. وتأتي هذه الأمسية ضمن الأيام الثقافية الصينية في البحرين التي تتضمن العديد من الحفلات والبرامج الثقافية المتنوعة.